الحديث عن المساجد المهدمة حديث ينبغي أن يخرج من الحس الحقوقي إلى الحس السياسي. لقد أشبع ملف المساجد المهدمة في الإعلام الحقوقي بشكل كافي، والدور والمسؤولية اليوم في وجهة نظري ينبغي أن يتحول هذا الملف من شاشة حقوقية إلى شاشة سياسية. وما معنى ذلك؟ الكل يعلم أن هناك ما يقارب 38 مسجدا قد ظلم بآلات ثقيلة. السلطة التي أقدمت أو التي تقدر على هدم دور عبادة لفرقة من فرق المسلمين، هذه مسألة لا ينبغي أن يتكلم عنها كثيرا، لأنها مسألة موجودة في الإعلام العام لحقوق الإنسان. فالحقوقيون عندما يتكلموا عن ملف المساجد يوثقوا الحالات، طريقة طبيعة الاستهداف، مو فقط هدم المساجد ودور العبادة، وإنما المحاولات الحديثة من قبل الشرطة من أجل أن تتحول هذه الأرض الوقفية إلى أملاك خاصة أو إلى أملاك عامة. لا يوجد في فقه ما شيء يسمى أن هناك أرض وقفية ممكن أن تتحول إلى أرض عامة أو إلى أرض خاصة. أرض وقفة ستبقى إلى يوم القيامة وقفة. دور المرأة، هذا الكلام الذي ينبغي أن يتحرك في نفوس الأمة. أنا لا أفتح عندما أشاهد تلك المشاهد في القناة الفضائية، لأن الدور اليوم العالم كله يعلم بالتفصيل المبين ما حصل إلى دور العبادة وما حصل في استهداف الطائفة الشيعية في البحر الأحمر، صحيح ولا لا؟ على امتداد أربع سنوات. الكلام اليوم الاستغراق في ملف المساجد المهدمة أمر لا يشكل ورقة ضغط على السلطة، انتهى. الدور والمسؤولية اليوم ينبغي أن يتحرك الملف السياسي، ينبغي أن يتحرك الاحتجاج السياسي في ملف المساجد المهدمة. ما هي الخطوات وما هو العمل؟ العمل أن هؤلاء الشعب عوائل معتقدية بدل أن يرفعوا رسائل تظلمات لمنعهم من زيارة أبنائهم في سويسرا، ونحن نعلم قطعا أننا نتعامل مع من نحن نتعامل مع السلطة التي أهانت كرامتنا وأعراضنا وحرماتنا، وهذا كافيا. على الشعب أن لا يسلم أي واقع يحاول من خلالها أن يرسل رسالة إلى السلطة نحن محتاجون إلى أولادنا وإلى أولادنا. ما ينبغي أن يتبناه الشعب اليوم هو حالة من العزة والكرامة والصمود والثبات، وهذا الموقف الاحتجاجي أولى من الوقوف
للدفاع عن مساوئ المهمة. كان ينبغي بدل الوسائل التظلم أن عجبني أحد الإخوة محمد خاتم الله يفضل فرجه وقف يوم من الأيام في مسجد الزراجة وكان سماحة الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية الشيخ علي سلمان فرج الله تعالى عنه وهو يتكلم عندما ضرب الأجساد إخوتنا في المطاردة للأعمال في ذلك الوقت في سنة 2003-2004 فكانت دعوة الشيخ علي ارفعوا تظلمات وارفعوا شكاوى ودعاوى في القضاء. قام محمد فاتن من مكانه، انا كنت موجود في المسجد. قال له يا شيخ علي انت لك كل التقدير والاحترام، لكن عندما نرفع دعوة نرفعها عند من؟ اللي اسقط الهوارات على اجساد اخوتنا في الاعتصام هم القدوات الخاصة بالملك، تشتكي الى من؟ تقدم دعوة قضائية الى من؟ وانت تصورون ان هذه الدعاوى موثقة في سجلات الاخوان ام موثقة في مذكرات الوزارة؟ ما هي القيمة الشرعية؟ ما هو النتاج السياسي وراء هذا الموضوع؟ فالحديث كل الحديث على الشعب دائما في حركته المطلبية أن يشعر الطرف الآخر، أن يشعر الخصم، أن يشعر السلطة بأنهم ثابتون، صامدون، مواصلون الطريق، لا تلقوا بأي ورقة، لا تنقل بأي ورقة ترسلون رسالة إلى السلطة تقول أننا نحتاج لكم. إذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يفرج عن إخوتنا في سجن جلد سنفرج عنهم. لمن حاجة إلى كتابة التضرعات؟ لمن حاجة إلى الاستغراق في ملف المساجد المهدمة؟ اعمروا المساجد، كل ما هدم مسجد فاعمروه، صلوا فيه، احضروا، اوقفوا الالات العسكريه، الالات الثقيله التي تحاول ان تهدم المساجد للعباده، انزلوا في الشوارع، قل لهم اي يد تمتد الى اخوتنا في سن الشوارع مقطعه الطحال. شعب اذا كان يعيش هذا العز والكرامه، يعيش على جناح المهدمات ومن ارسال هذه الرسائل الثابته الصارمه. بس يعني واقعا اعتقال الشيخ علي سلمان كان من اجل جسر نبض الشارع، كان من اجل جسر نبض الشارع. هل ان هذا الشارع سينهار او اعتقال الشيخ علي سلمان سيكون كاعتقال بقية رموز القيادات؟ وهذا الذي حصل، وصلت الرسالة طبق الشيخ علي سلمان. بعد تغير الخطاب، خطاب العلماء تغير، هذا ما في مشكلة، احنا حتى لو اعتقلناهم الخطاب تراجع، الخطاب يرجع إلى الحوار، ما في مشكلة. فالسلطة دائما وأبدا شعرت ان الحاله التقليديه كل 10 سنوات اذا اعتقلت وعزلت القياده عن القاعده وصار امرا تقليديا اعتياديا في حركه الساحه، حتى السيد رسول الله، هذا انا اسميه هذا الاعتراف، كلمه السيد رسول الله حفظه الله تعالى ورعاه يقول في كلمة صريحة: إذا استطعتم أن تسيطروا على حراك الثورة في الخارج، وهذا الذي حصل.
حصلنا. فلن تستطيعوا أن تردفوا الحراك كدولة في الداخل. من هم من الداخل؟ هم الذين رفعوا الشعار باستعصال الله. الذين في الداخل هم الذين كانوا يتواجدون في الساحات، والذين لا يهابون الغارات العسكرية للنظام، والذين واجهوا المرتزقة في الشوارع وفي الساحات. ولذلك صار الوضع اغتيالي لكن لو أن الرسالة هكذا تصل السلطة كلما ضيق على أحبتنا في السجون أو ضيقت كرامة رمز في السجون نحن في الخارج كلما خطوت خطوة واحدة من أخطوة عشر خطوات في الخارج. لو يعيش الشعب هذا النفس لاختصرت طريقة وطريق المسافات. مشكلتنا نحن ربئنا بطريقة التربية الفكرية أننا نحن محاصرون بمعادلة إقليمية لسنا نستطيع أن نفعل شيء. هذا الاستضعاف الداخلي هو الذي جعل الوضع اعتيادا طويلا وليس أمام أي ردة فعل موافقة للحدث فضلا عن المبادرة إلى صناعة الظروف والحدث. نحن من المصنع الحاضر والذكري. أقول قبل هذا أستغفر الله لكم والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.